وحنا الحمد لله اليوم في المغرب للتعبير عن رأي، وما غاديش نخافوا لومة لائمة. قلنا على أن اليوم بعض الظواهر في البطولة تسيء إلى كرة القدم الوطنية، واللي كيسيء اليوم لكرة القدم الوطنية والصورة كرة القدم الوطنية والتطور لعفاظ كرة القدم الوطنية هي الظواهر ديال غياب الجماهير، ديال الخلل الفاضح اللي كاين في التحكيم. اليوم ما كيدوش شي دوره الا وكنشوفوا واحد جوج ثلاثه ديال الحكام عليهم الجدال. غياب الجمهور حدث ولا حرج، بالفعل المغرب مقبل على تنظيم مسابقات مهمه قاريا وعالميا، لكن هذا الشيء ما كيعطيناش الحق اننا نسيئوا البطوله بهذه الصوره هذه. كنعتقد ان اليوم عندنا مدربين اجانب، عندنا لعابه اجانب ملي كيشوفوا بحال هذا الشيء، فكنعتقد انه كياخذوا واحد النظره خايبه على البطوله. فعلا البطوله ما كتنقلش في قنوات عالميه، لكن الناس كيتابعوها، الناس كلشي اليوم الاعين على المغرب اللي غينظم كاس العالم 2030 وكذلك كاس الافريقي 25، وبالتالي خصنا نعطيو الصوره حسنة على هذه البطوله. لكن لسوء الحظ ما نشاهده اليوم وما نراه اليوم في البطوله فهو عكس ذلك. اليوم باش من في الوقت اللي كان خصنا نعالجوا هذه الظواهر، نعرفوا شنو كاين ونقاد، الا كان الى عندنا شي اليات باش نضبطوا الجمهور ونضبطوا المشاغبين خص هذا. إلى عندنا كذلك شي آليات باش نوقفوا هذه المهازل التحكيمية، هذه الفضائح التحكيمية خصها الدار. اليوم ماشي وقت البلاغات وماشي وقت إثارة الزوبة على الخلافات بيناتنا، بقدر ما هو الوقت باش نلقاو حلول لهذه المآسي. اليوم واعتبروها مآسي صراحة لأن طولات، ما يمكنش اليوم راه ما كاينش فقط غياب الجمهور، ولكن راه كاين حتى غياب الملاعب. إلا كنتو كتعتبروا أن هذوك الملاعب اللي كتلعبوا فيهم مباريات راه ملاعب، راه هذا حاجة أخرى. المغرب اليوم ما بقاش كيتسمح ليه أنه يلعب مباراة رسمية في البطولة في ملاعب، بلا ما نذكروا بعض الملاعب اللي لا تصلح لإزاق مباراة في كرة القدم. وحنا راه كنشوفوا يعني لدرجة أننا ولاو الناس برا كيما كيقول لك أودي واش هاد الباد ولا غينظم كأس العالم. وهذه هي الإساءة، هذه هي الإساءة اللي كندوي عليها وهي اللي ما خصهاش تكون. خصنا نحترموا القيمة اللي ولات عليها كرة القدم الوطنية والقيمة اللي وصلت لكرة القدم الوطنية. وكنعتقد إلا تكلمنا على المستوى ديال الحكام في الآونة الأخيرة وخاصة في بداية البطولة، لأن الملاحظة الأولى هو أنه عدد من الحكام اللي كنا كنعتبرهم في وقت قريب أنهم مهمين وهم الأساسيين اليوم كاينين في غرفة الفار، وهاد الحكام اللي كنشوفوهم الآن في البطولة هما حكام جداد، ما نقولوا الشباب لأن حتى السن اللي يمكن نقول أنهم كبار نوعا ما، ولكن خاص المساعدة في الفار، لأن الإشكالية اليوم اللي كاينة هو عدد من الأخطاء اللي كنشوفوها اللي خصو يشوف هو الفار. هنا كنتسائلوا الى اي حد يمكن نقولوا انه هذوك الحكام اللي بين قوسين محترفين وصالوا وجالوا في البطوله المغربيه وعارفين يعني الكره المغربيه كيفاش كتلعب، فخصهم يساعدوا ويعاونوا الحكام. بعض الاخطاء صراحه غريبه جدا، مثل ما وقع مثلا في مباراه ديال الوداد والحسنيه، ما عرفتش علاش الفار ما تحركش، ما وقع في مباراه ديال اتحاد طنجه والجيش الملكي، لقطه اللي يمكن نقول انه ما عرفتش علاش الفار ما تدخلش. فكنقول بانه طبعا هذه بدايه، لان بدايه البطوله كنشوفوا حكام شباب خص شويه ديال الدعم والمسانده، ولكن خص الحكام ديال الفار انهم يعاونوا. اضافه لانه المديريه ديال التحكيم كنعرفوا انها يلاه بدات بقياده رضوان جيد، فلابد ما نعطيو فرصه. الجميل انه الاحتجاجات في الاونه الاخيره يمكن بدا كل شيء كيتكلم عليها، ولكن بكل امانه غياب البلاغات كنظن انه امر اللي كياكد ان فقط احتجاجات للاستهلاك اللي كيحتج غير باش يمكن نقول انه يكسب تعاطف ديال الجماهير، لان انا كنعرف الانسان الا بغى يحتج ولا يتكلم على اخطاء تحكيميه ضد الفريق ديالو خصنا نتعاملوا بشكل مؤسساتي، انني ندير بلاغ ونرسلو للمديريه والمديريه تجاوبني، وبعد ذلك غيكون توضيح واضح شافي وكافي بالنسبه للانديه الوطنيه. بصدق زعما ما عرفتش والله ما عرفتش شنو اللي خلانا اليوم كنشوفوا مباريات ممله بدون قاعده جماهيريه، وكنعرفوا ان الكره المغربيه الان كل شيء كيتحدث عليها، كل شيء كيبغي يتابع ما يقع في المغرب من على المستوى ديال كره القدم، لان مقبل تنظيم تظاهرات كبرى، كنتكلموا على كاس افريقيا، كنتكلموا على كاس العالم، طبعا عارفين بانه اليوم كاينين عده ملاعب اللي يلاه كنوجدوا فيهم وكنجهزوا نفوسنا لهذ التظاهرات، واعتقد ما غنلقاوش مستقبلا هذا المشكل ديال الجماهير. ولكن من غير المقبول انني نلقى مباريات غريبه الاطوار، ما يمكنش انني نبقى اليوم بطولة احترافية في 2024 نبقى نتكلم على الويكلو، وويكلو ما هو بحال ويكلو، كاين اللي كنتكلموا على ويكلو كتلقى بعض الفئة داخلة، وكاين ويكلو آخر اللي ما كيدخل حتى واحد، كاين ويكلو اللي خصو يجي ويجيب مع اللائحة ونعرفوا هذيك اللائحة واش كاينة في المكتب ولا لا. فهاد الأمور غريبة جدا في بطولة، كنعتقد أنه حتى إلا كنا بغينا شوية نسوقوا المنتوج نعطيو على الأقل لكل فريق يستقبل بميدان ويدخل الجماهير ديالو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.